طب ليه بين داري كده ولا داري كده ولا داري كده يا وسطي؟ بين داري كده ولا داري كده ولا داري. ما تخلص بقى يا عم بندق، مش ممكن يعني. بصوا انا اصلي لازم احرق كده كام كالوري عشان الكرش ده يمشي. طب هو عشان تحرق الكالوريز دي تحرق دمنا؟ احنا عايزينك في حاجه مهمه. وانا ما قلتش افهمكوا حاجه، بتتكلموا كلام بتتوهوني بيه. ماشي هفهمك تاني. دلوقتي الكلمات المتقاطعه بتقول ان الحل في المتاهه، والمتاهه فيها محظوظ مش عارف يوصل لعربيته. فهمت حاجه من الحوار ده؟ صراحه لا. طب هنعمل ايه احنا دلوقتي حضرتك؟ خلاص ما عندناش حل غير ان احنا نروح زياره لبابي في السجن ونساله. هتسالوه ليه؟ الله، ما تسالوا محظوظ. محظوظ مين؟ محروفه اللي هو محفوظ. هو جده كان يعرف واحد اسمه محفوظ او محظوظ؟ ده كان حبيب جدك الروح بالروح، كان اسمه محفوظ، بس هو بقى كان بيندهله ويقول له يا محظوظ يا محظوظ، طيب عليه محظوظ. طب هو ازاي عم دهب ما عملش اللينك ده؟ ما فهمش انه محظوظ اللي في الستوري ده هو محفوظ. اصل عمك دهب كان بعيد قوي 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 عن محفوظ، ما كانوش يعرفوا بعض، في تباعد يعني. اوكي. طب معلش بقى، ليه حضرتك بتحب تتعبنا؟ يعني ليه مش بتقول على طول؟ الله، اسأليني سؤال مباشر أجاوبك إجابة مباشرة. طب أسألك سؤال مباشر؟ اتفضلي. تعرف فين بيت محفوظ؟ طبعاً. يا سلام، كان هنا بيت جميل واسع 14 بلكونة واتنين برجولة كبار، وكان إيه؟ صراحة كان ممتع نفسه، يحط الشاي براد كبير قوي في بلكونه، والكيك كده جبل محطوط الناحيه دي، والسكر الناحيه التانيه، ياخد شفطه سفه اتنين تلاته يبقعهم كده. وهو ليه كان منطور كده يا عم بندق؟ ما كان يحط كله في صينيه واحده ويدفح ويخلصنا. انا كان عايش في براح. محفوظ كان صاحب مزاج قوي 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 قوي. يا سلام عليك يا محفوظ، 54 حته كلهم مره مره واحده، توك 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 توك، والشاي وراه. شيء ايه وبتاع ايه؟ حرام عليك، دي دار الاوبرا مبنيه من الثمانينات. صح كلامك مظبوط، البنت دي فاهمه ومذاكره كويس قوي قوي قوي. هم لما جم بنوا الاوبرا بقى اشتروا البيت بتاع محفوظ، وبنوا الاوبرا، محفوظ خد الفلوس وطلع على الغردقه، بنى بيت هناك وعمل بيزنس واستقر من ساعتها. طب ليه؟ ليه حضرتك بتعمل فينا كده؟ حرام عليك، انا هعيط وحياه ربنا، احنا زي ولادك. انا غلطت في ايه؟ الله، انتوا قلتوا عاوزين مكان بيت محفوظ، جبت لكم مكان بيت محفوظ. ده مش بيت، ده مش بيت، ده دار الاوبرا. الاوبرا. اهدي اهدي يا نيلي، بس عشان ما يجيلكيش جلطه. اهدي عم بندق. نعم. انت عارف هو ساكن فين في الغردقه ولا لا؟ على اللسان. هو كان تملي غاوي يقول لك انا عاوز اسكن على اللسان. هو هتلاقيه عمل بيت هناك وسكن على اللسان وعمل بيزنس، وبعد كده روحوا اسالوا هناك يا اولاد، دي الغردقه كلها ايه يعني، شارعين شارعين تسالوا فيهم. شارعين ايه يا عم بندق؟ دي مدينه كبيره. يا جاي النبي، يعني اتعمرت قوي كده؟ الدنيا بتتغير. خلاص خلاص يا عم بندق، شكرا، انا هتصرفي شري هنا. هتتصرفي تعملي ايه؟ هتمشي بعربيه نص نقل تقولي فين محفوظ فين محفوظ؟ لا، اعرف واحد عايش هناك هيساعدنا. مين ده؟ اسمه مو، ماي اكس. ومستر اكس ده يعني عمدة الغردقة؟ لا، واحد عايش هناك عادي بس يعرف كل حاجة هناك. لما تلاقوه بقى سلمولي على محفوظ. شريهين، يلا يا شريهين. انتي لسه ما جهزتيش؟ سيف مستنينا تحت. ما انا جهزت اهو. فين حاجتك اللي هتسافري بيها؟ ما هي يا بنتي. ما عندكيش شنطة سفر؟ لا، عندي الشنطه بتاعت المدرسه، هاند باك حلوه كده، بس لقيتها مش مستاهله يعني. وريني الكيس اللي في ايدك ده. فرن طيبه من الفينو للجاتو. انت عمرك ما رحتي الغردقه دي قبل كده؟ لا طبعا، رحتها كتير. مش دي اللي بعد شاطئ البترول اللي في فايد؟ انا كنت متاكده انك هتفضحيني. بس يا نيلي بقى، عشان انا بصراحه قلقانه وخايفه من الراجل اللي اسمه عم دهب ده، لو عرف ان احنا قرطسناه يا خرابي هيبهدلنا، ده راجل شراني ونابو ازرق. نابو ازرق؟ ما خدتش بالي، ما بيغسلش سنانه يعني؟ بلاش غباء يا نيلي، انا اقصد يعني ايده طايله. طايله ازرق. شريهين انا مش بفهم الكلام بتاعكو ده، حبيبتي كلميني عادي. ماشي، شرير يا نيلي، شرير يعني باد جاي. لا، باد جاي على نفسه، المهم نوصل الفلوس قبله. انا خلاص لميت حاجتي، ادخل بس اعمل لكم شويه سندوتشات عشان الطريق. سندوتشات ايه يا خالتي؟ يا بنت السكه طويله،
ناخد معانا شوية شندوتشات علشان نتوتد بيهم نتسلى. هي الغردقة دي يا نيلي مش بعد شاطئ البترول اللي عند فايت؟ أولاً مفيش حاجة في الغردقة اسمها شاطئ البترول. تاني حاجة انت جاية معانا ليه أصلاً؟ بقالي 12 سنة بحالهم ما صيفتش، نفسي صيف، نفسي بقى أقعد على الشط كده ودلدل رجلي في المية المالحة واتسمس. هي دي فكرتك عن المصيف؟ طب ما تدخلي تجيبي تشت وتحطي فيه مية وملح وتحطي رجلك فيها. خالتي احنا مش رايحين نصيف يا خالتي، وبعدين مالكيش مكان في العربية. ليه يا اختي؟ ما هو سيف ونيلي قاعدين قدام، وانا وانتي والمتنيل هاني نقعد ورا. طب وماما ميمي؟ هنسيبها عند مشمش بتاع السوبر ماركت، بيفضل فاتح 24 ساعة، والعيال اللي عنده ولاد حلال يعني هياخدوا بالهم منها. اهو بقى يدوها حتة جبنة رومي، شندوتش لانشون، حتة جبنة اسطنبولي كده وزيتونة خضرة، باكو حلاوة، هيظبطوها يعني. لا طبعا انا مش هينفع اسيب ماما ميمي، وانتي اصلا مش هينفع اخدك معايا عند مو. انتوا كلكم مش هينفع اوريكوا لاصحابي، بالذات انتي بالكيس البلاستيك اللي انتي ماسكاه في ايدك ده. انتوا ممكن تفضحوني فضحت المتظاهر والطلوع على المعاش. متطهر whatever. وسيمو بتاعك ده يطلع ايه يعني عشان هنفتحك قدام الاكس بوي فريند بتاعي؟ قرايبكوا يعني؟ طب ومال، ما هو كده يبقى قريبنا احنا كمان. مش قريبها يا خالتي، الاكس ده يعني كانت ماشيه معاه. يا لهوي، استغفر الله العظيم يا رب. صباح الفل، يلا بينا يا جماعه، انا جاهز اهو. ان شاء الله رحله ميمونه وهنحكي لاحفادنا عليها. عايزين تسيبوني انا السبوحه وتاخدوا معاكوا لهبل الاراجوز ده؟ عجبي كرا يا خالتي، هو انا يعني في الهم مدعيه وفي الفرح منسيه؟ ولا انتوا فالحين بس تاخدوني الحطابه وبورسعيد واللوكيشنات الزباله بتاعتكم دي، ويوم لما تيجوا تصيفوا مش عايزين تاخدوني معاكوا؟ ما تعلي صوتك اكتر وتسيح لنا في العماره، ولا اقول لك خد كلم عم دهب اقول له انت الكلام ده بنفسك. ما انتش شايفه يا شوشو خالتك بتتكلم ازاي؟ هو ايه اللي انت لابسه ده؟ احنا رايحين مكان نضيف، مش هيرضوا يدخلوك كده اصلا. ليه ان شاء الله؟ وبعدين يعني هيكون انضف من شاطئ البترول بتاع فايد؟ بليز محدش تاني يقول لي شاطئ البترول بتاع فايد، احنا مش رايحين نصيف، احنا رايحين نتنايل نشوف الراجل عنده الفلوس ولا لا. انت هتقعدي هنا مع ماما ميمي، وانت هتدخلي تغيري الكيس القرف اللي انت ماسكاه في ايدك ده، وانت هتنزل الشنط لسيف لانه مستنينا تحت. اند اوف ديسكشن. ايوه كده كرباجيو، عشان نلحق البحر. ومش هنلحق البحر، وسيب الزفت اللي انت ماسكها في ايدك دي. كره الماء حرام عليكي. فضحتوني. يا رب ما تلحقوا توصلوا ولا تتهنوا، عشان انا بصلكوا في السفريه دي. يا رب شاطئ البترول اللي فايت يولع بيكوا يا رب. قادر يا كريم. الحمد لله انها عطلت بينا هنا لما وصلنا، كان زماننا اتبهدلنا في الطريق. يا بنتي احنا ما وصلناش، ما وصلناش، احنا وصلنا شاطئ الزفت البترول بتاعكو ده، الغردقه لسه كتير جدا. ها يا سيف ايه الاخبار؟ تقريبا المشكله يا في حساس الكرنك يا في السربنتينا. الترنك ده في التليفون، والترابنتينا دي في ال... مفيش حاجه اسمها ترابنتينا اصلا. ايوه مفيش حاجه اسمها ترابنتينا، اسمها السربنتينا. ها يا جماعه خلصتوا فاتي خلاص؟ ممكن لوستا بقى يشوف العربيه؟ اتفضل. انت رايح فين بالسيجاره ديت؟ انت عايز تولع فينا؟ في انا ما اعرفش اشتغل غير والسيجاره في ايدي. لا لازم ترميها. اهي السيجاره اهي. يخرب بيتك هتولع فينا، احنا في شاطئ البترول. اهدى اهدى يا حبيبي ما تخافش، شاطئ البترول يعني زي ما في بترول في ميه برضو. اتفضل يا اسطى. بسم الله الرحمن الرحيم. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ الجنود كلها متقطعه يا ابني. الجنود يا هاني اللي في الكبوت يا هاني. ايه؟ وبعدين ميه الكركتير عايزه تتزود. مية الكركتير؟ اه. يا جماعة العربية دي شكلها سخنت. لا والله، ما هي بتولع قدامك اهي. ما هو انت السبب. انت السبب عشان انا ما بحبش حد يسوق عربيتي وانت صممتي تسويها. ايوه ولعت. سيف، اولا ما تزعقش. تاني حاجة انا عربيتي لما بتسخن بيكون فيها لمبة بتنور. طب ما هي نورت وقلت لك ثلاث مرات. لا اللمبه اللي في عربيتي غير، انا لمبتي لونها احمر، انت لمبتك لونها اصفر. ما بس بقى يا ده سفروت انت والبت الصفرة بتاعتك دي، خلينا نخلص. انت تخرسي خالص، انت السبب في اللي احنا فيه، انت وخالتك اللي نقرت لنا في السفريه. نبرت لنا؟ خالتي ما بتنقرش، بتنبر. Whatever. يا جماعه خلاص، بما اننا جينا شاطئ البترول يلا بينا بقى ونلحق البحر.
انت مجنون يالا، انت متخلف. انتوا مش عارفين تاخدوا قرار. احنا نوقف اي عربية دلوقتي توصلنا، وعربية سيفنا بنتصرف فيها بعدين. يلا وقف لنا عربية. في عربية جاية هناك، هي وقف. اولاد يلا يلا. معلش معلش يا عم الحاج، عربيتنا عطلت، ممكن تاخدونا معاكم؟ على فين؟ احنا رايحين الغردقة. يا راجل احنا كمان رايحين الغردقة، هاتهم وركبوا ورا يلا. سبحان الله، يلا بينا. يلا بينا ايه، هنركب فين؟ انت مش شايف العربية؟ والنبي ما يغرك شكلها، تعالي انت اقعدي على حجري واصحابك دول يتزنقوا مع العيال ورا. لا شكرا حضرتك، انا مش بعرف اركب على رجل حد. خلاص مش مشكلة، انا هقعد على حجري طنط، انا حبيتها وانت تزني مع العيال ورا. يا جماعة مش هينفع، علميا احنا الاربعة لو ركبنا العربية دي مع الاسرة الجميلة المدورة دي، العربية دي مش هتمشي. والنبي لا تيجي، دي تسامي الحبايب الف. يا ماما انا عارف ان احنا الاربعة ممكن نقعد على حجرك عادي، بس مش هينفع. عموما احنا حبينا نخدم، كان غرضنا نخدم وخلاص. سلام عليكم. معلش يا حاج، كان نفسنا نتقلب معاكم، بس معلش معلش. بتسقف على ايه؟ سبحان الله، العربية ماشية زي الحلاوة، عربيتنا احنا اللي تعطل. يبقوا اختاروا كويس العربية اللي هنركب فيها. مش عجباني. اتفضل اتفضل. شكرا. ايه مالها؟ مش عجباني؟ كانت كويسه يا نيلي. لا لا انا مش بحب اللون ده في الموديل ده، عندي باد اكسبيرينس معاه. لا اتفضل حضرتك، خلاص شكرا. اوبا. لا طبعا، عربيه مبقلظه قوي. شكرا شكرا. اوه اوه اوه، مجنون. اوه انا مش هركب هنا، ما تصلحها ولا ايه اللي انت عامله ده؟ ايه؟ اتفضل حضرتك، روح سمكرها ولا سنقرها. استغفر الله العظيم يا رب. اوكي انا هركب دي. لا بقى خلاص، دي مش عجباني، اتفضل حضرتك، باي باي. ايه ده؟ ليه يا سوسو؟ اصلها حلوه اوفر، فجايبه لي بوزيتيف انرجي. اه جدع يا سوسو. امال ايه، وانا هسيبها يعني تستغلنا كده وتبهدلنا؟ صح، زي ما ليها ليكي طبعا. امال ايه؟ ايوه، عشان بقى كل واحد يعرف تمامه. كفايه بقى، مش هينفع الشغل دوت. اي عربيه هتيجي، اي عربيه هتيجي وتقف لنا هنركبها ان شاء الله، لو عربيه ميز. سيف، هو احنا انا مش عايز واحده فيكم تتكلم، اللي هتتكلم هتكلمها تبني. سيب النهجه يا خروف. ايه هتعمل ايه؟ هتعمل ايه؟ اتفضل حاسب انت. لا لو هتزعل حاسب خلاص. لا لا لا، ما تقوليش ان هو ده البيت. ايوه هو ده بيت ماما. اقسمي بالله كده ان احنا هنبات في الفيلا دي؟ ايوه هنبات في الفيلا يا شريهان، ايه المشكله يعني؟ لا قولي اقسم بالله هنبات في الفيلا دي. على فكره فيلا عاديه جدا، يعني ممكن نخش جوه نلاقي كراسي بلاستيك وكنب اسيوطي عادي جدا. اسيوطي ايه؟ ايه اللي انت بتقوله ده يا ابني؟ فيلا بالجمال دي اكيد هنخش نلاقي البحر جوه على طول. بحر يا متخلف انت، ممكن تيجي تتنيل تساعدني وتشيل الشنط. نيلي بقولك ايه، ها انت مش قلتي ان مو ده الاكس مان بتاعك؟ الاكس بوي فريند بتاعي فوريفر، يعني الاثنين واحد مرتبطين وخلاص. ما اتجوزتوش ليه ده؟ هو اللي ما اتجوزتوش ليه؟ هي حرة، احنا جايين نشتغل وجايين نخطب. الله بسأل. بعد اذنك. يعني فرقت ايه انت؟ ما انا قاعده برن من الصبح. نيلي انت ما اتجوزتوش ليه؟ عشان مو ويردو شويه، غريب يعني. ايوه غريب ازاي؟ هو غريب فعلا. ده مش مو اصلا، معرفش مين ده. ازاي ما تعرفيهوش؟ ده الكابتن ديفيد بيكهام. ولا هاني اتصور مع بيكهام؟ ماشي، بس اركب وشي على دماغه. ماشي، قصدي على جسمه. ماشي. مو هير؟ اكسكيوز مي. هلو شيتوس. ابو الكباتن هاني، الشنط. تعالي شيل معايا الشنط. طب على فكره مش هشيل غير شنطتي وشنطكم، بقى ان شاء الله تتحرق، انا ماليش دعوه. ايه الروقان ده؟ ايه ده؟ هي الناس دي راميه العفش في المايه ليه؟ بنت يا نيلي، هما العيال دي مسمومه ولا ايه؟ مالهم كلهم دايخين وعاملين كده؟
عادي يعني يا شريهين، كانوا سهرانين امبارح وشربوا فنايمين. استغفر الله العظيم يا رب، استغفر الله العظيم، ان شاء الله في جهنم الحمراء، بالذات البنات المقفعه دي. شريهين بليز، انا مش عايزه فضايح قدام ماي اكس. هو فين اصلا؟ في الضياع. ما الاب مسافر والام مفيش، يبقى ازاي الواد هيعيش؟ هو في احلى من كده عيشه يا مغفل انت؟ انت بتعمل ايه هاني؟ في ايه؟ بشرب عطشان. بتشرب الكحول الصبح؟ بشرب ايه يا اختي؟ خمره. خمره ايه دي؟ ميه. في ميه لونها كده يا متخلف؟ اه، ميه السلطه وميه الصرف. ما تلم نفسك بقى يا هاني وتسكت بقى. طعمها حلو قوي. خد ديفينتلي ماما افور في حته هنا. بقول لكم ايه يا جماعه، الراجل اللي هناك ده مكفي على وشه كده من ساعه ما دخلنا الفيلا. ده جثه ده ولا ايه بقى؟ جثه تاني؟ انا كده مش عارف اسوق، مش عارف اسوق. سوق ايه يا متخلف؟ انت معاك عربيتك اصلا؟ قول مش عارف اعوم. جايز ده مو. مو مو ار يو اوكي؟ مو انا نيلي، انا جيت. مو ار يو اوكي؟ انت كويس؟ انت عايش؟ اه عايش، بس كنت مريح شويه. ايه ده نيلي؟ هاي هاي، سوري ما خدتش بالي. بس انت ايه اتاخرت كده؟ اتاخرت ايه؟ الساعه 11. يا نهار ابيض، ايه كان وراك حاجه كده؟ مش هنلحق البحر. لا ما تقولش كده يا مو، هنلحق البحر. معلم، هو انت مش كنت مقفور من شويه؟ لا دي حاجه بسيطه بس كده عشان اصحصح. حد بيسموك يا جماعه؟ ايوه يا نجمه انا. باي مو. باي، اشوفكم على البحر. باي بنات، انا هبقى معاه، ما تتاخروش بقى عشان تلحقوا البحر. مو would you please do me a favor؟ كان في واحد هنا في الغردقه كنت عايزه اوصل له، قلت ما فيش حد غيرك هيوصلني بيه. واحد مين؟ واحد اسمه محفوظ. محفوظ بتاع مطعم محظوظ؟ في واحد فعلا هنا اسمه محفوظ وعنده مطعم اسمه محظوظ؟ ده اكيد راجل نرفوز. لا ده اكيد شخص مهزوز، كان كلبوز وبقى لزوز. ايه يا جماعه القرف ده؟ كابتن مو، هو احنا ينفع نروح له على طول؟ تعرف كعبول الاكول؟ يبقى انت اكيد مسطول، مقلول في اسطنبول. ايه يا مو؟ دول ايديتس، انت هتزيد معاهم؟ بصي، في واحد اسمه محفوظ وعنده مطعم على المارينا اسمه محظوظ. نحلب بسبوز. لا 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 يا جماعه، كده كتير والله العظيم، هيجيلي كرشه نفس. انا هروح للراجل ده ولا انتوا هتقضوها بقى عزوز واحنا عندنا لغوز عايزين نحلوز؟ خلاص يا شريهين جايين. طب رايحين على فين يا جماعه؟ انتوا مش هتنزلوا البحر معانا ولا ايه؟ ايوه يلا بينا، انا منت وابقى جاهز. وانت مالك انت؟ احنا مش عندنا مشوار نروحه. روحوا انتوا وابقوا احكوا لي. هتيجي معانا يا هاني؟ لا مش هاجي. انت عايزاه معاكي ليه اصلا؟ ده ملوش لازمه. امال ايه يعني نروح احنا كده من غير رجاله؟ ده على اساس ايه؟ ان انا كنزايه؟ انا عارفه كويس هاني عايز يروح البحر ليه. هكون عايز اروح البحر ليه؟ هضرب لي غطس في الميه، الم ودع، ادفن نفسي في الرمله، اجر بدال، اي حاجه من الانشطه بتاعت البحر دي. ده واضح انه ما راحش البحر من زمان يا جماعه. سيبهولي وروحوا انتوا مشواركوا، على ما ترجعوا تلاقوني ايه وضبت الاوض كلها. انتوا هتبيتوا هنا كام يوم؟ احنا هنبيت عندك هنا يعني فور لايك 2 اور 3 دايز. لا نبات، احنا مش هنبات هنا. ليه يا برو؟ البيت هنا كبير وفي اوض كتيره جدا، اطلعوا نقوا الاوض اللي تعجبكم. انا عموما ما بنامش في اوض خالص، انا بنام على الكنبه تحت. لا احنا هننزل في نزل الشباب او بيت الطلبه. ليه يا سيف؟ ما الراجل متبت فينا وحات امك لمبات يا شيخ. متبت ايه؟ دي عزومه مراكبيه، ده لنا ترموا في اي حته. يا سيدي انا عايزه انا اقعد كده ترمي في. لا سيف، ايه؟ انا ما صدقت ان انا انام على سرير نظيف واكل اكل كويس. ده غير ان اصلا هو مش فاهم المصيبه اللي هتحصل له. شريهان وهاني دول هيملوا له البيت حشرات، فالحمد لله انه وافق. اسكت بقى. خلاص يا ماما، احنا هنروح ونرجع لك. اوكي سلام. سلام، وعقبال لما تيجي وهنكون جهزنا البحر. صباح الفل يا معلم. صباح الفل. بقول لك ايه، ايه اكتر حاجه حرام ممكن نعملها دلوقتي؟ تاكل فستق؟ لا اعوذ بالله، مش للدرجات يعني. Bonita web, bonita cinturita, bonita web, web, bonita cinturita, bonita web, web, bonita. Fuego. Oh, get what, that's fuego. Tiembla como sismo, la zona se calienta, demasiado de violenta, acelera rápido, dale, muévelo rápido, acelera más rápido.
الخير. لو سمحت مستر محظوظ موجود؟ محظوظ تمام يا فندم، هو موجود في ميعاد. ممكن تقول له نيلي وشريهان احفاد مكاوي؟ تمام، لحظات وهبلغه. El verano está caliente, la playa está caliente.